بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ الشحات كان بيبدأ دايما من أقصى قرار عنده، يعني ده قرار الشيخ الشحات، ما كانش بيبدأ من الوسط زي الشيخ محمود علي البنا، ولكنه بادئ من القرار، وهنعرف ليه دلوقتي بادئ من القرار جامد. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. الله. طبعا براعة استهلال في دخول الآية وفي الوقوف في الوقف والابتداء بتاعه كان أستاذ. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. شايفين رد فعل الجمهور؟ شايفين الله طلع ازاي؟ ولا احسنها كرال في الدنيا، سبحان الله. يعني كلهم تحس ان كلهم سميعه، كلهم دوزانهم مظبوط ودنهم مظبوطه. نلاحظ في الايه اللي فاتت سيدنا الشيخ الشحات بيجيب عرب سهله ممتنعه، يعني عمال يجيب العرب بكل سلاسه في الايه، وانت تحس انه ما بيعملش حاجه، ما بيبذلش مجهود، ولا باين على وشه مثلا انه متكلف. لا، ده هو ده سمه مميزه في صوته، المرونه الصوتيه المتناهيه. عنده مرونه شديده جدا لدرجه انه بيقول العرب دي كلها انت لو حاولت تقولها هتقولها بصعوبه. يعني شوف، يسبحون، ركز تاني وارجع اسمع، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون. شوف ويستغفرون كميه العرب اللي فيها، وشوف القفلة، ويستغفرون للذين آمنوا، شوف قفل آمنوا. تعال نسمعها تاني. يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. طبعا البداية بداية هادية جدا، وبادئ على مقام البياتي.